بنهاية الموسم إذا بتسألوني مين كان أفضل إدارة بالأندية بقلكن الجمهور، جمهور النجمة تحديدا. مين كان أفضل لاعب بالموسم بقلكن الجمهور أيضا. كان لاعب أساسي الجمهور هالموسم إذا في يقول بكل بساطة كسر قرار منع الدخول إلى المدرجات، كان مبارح استثنائي مثل ما شفنا ببداية الحلقة مشاهد بسيطة عن اللي كان عم يحصل بمحيط ملعب برج حمود وبالطريق إلى ملعب برج حمود، أمر ما بنشوفه كل يوم. تظاهرات يلي لقيناها بالساحات السياسية وبالساحات الاجتماعية كانت عم تنتقل إلى الساحة الرياضية، لكن الفرق كانت عم تأدي لنتيجة، وهيدا بدل أنه جمهور كرة القدم بلبنان مؤثر وفعال. قضية الأسبوع يلي حضر لكم فريق عمل تي إل سبورتس. تفوت ليش بدك تفوت؟ من الملعب هيك. أنت عم تبكي كمال النجمة؟ عشان بنحب النجمة للموت. عشان بنحب النجمة للموت. إيه قل له شو بدك تقول للعسكر؟ شو بدك تقول للوطن؟ ليش موتونا على الملعب بس؟ أنت بتحب يحرموك النجمة؟ لا. إيه؟ لا. ربيع كروي لبناني زهر قبل أيام قليلة على الدخول بفصل الربيع. ربيع جماهيري بدأ بثورة ما بتشبه نظيراتها بالعالم العربي، ثورة سلمية ما راح ضحيتها أبرياء وما غيرت أنظمة وما أفرزت جماعات إرهابية، ثورة أفضت لكسر الحصار عن الملاعب يلي أصبحت سكنات عسكرية ومدينة أشباح جرى رويدا مكرهين. جماهير كرة القدم الوفية وقفت بصدور عارية أمام القرار الجائر بمنع من حضور المباريات. العالم تتظاهر بطريقة سلمية كرمال تعترض على هذا القرار، ومثل ما شفت يمكن بالأخير هيهم قدروا يرجعوا يفوتوا من وراء هذه المظاهرة. أمر جيد جدا. نحن وجودنا هون وجود رياضي، هذا الرياضة هي المتنفس الوحيد لجمهورنا. لبنان كله محقون اليوم، بدهم الشباب يتنفسوا، بدهم فوتبول، بدهم ملعب. نحن شعب نتنفس فوتبول، نحن شعب إذا ما حضرنا كل جمعة نجمة منموت خيه. بدنا نفوت على الغصن عن راس الكل. لا حاملين سلاح ولا من إرهابية ولا من قطعين طرق ولا من شيء. جايين بكل بساطة بكل دول العالم، حق الجمهور هو موجود بالدستور، حق متابعة المباريات. آخر شمعة مضوية بهيدي البلد هو هو العالم. جمهور الأنصار راوغ حواجز الأمن ووصل لمدرجات ملعب بيروت البلدي، شجع فريقه بحماس وأضاف للمباراة نكهة خاصة من دون وقوع أي مشكل أو ضربة كف. إن شاء الله مستقبلا بالمشاركة مع الاتحاد، مشاركة كمان مع المسؤولين السياسيين والقوى الأمن والجيش، نقدر خلص نركب صيغة لدخول الجماهير إلى أرض الملعب. تحرك جمهور الأخضر سبق مظاهرة فريدة من نوعها، الدعوات إليها كانت على طريقة الثورات العربية من حيث انتشارها بسرعة على كامل المساحة الجغرافية للبنان، مستخدمة وسائل التواصل كأداة للدعوة، حيث كان التركيز يوميا على التذكير بنقطة التجمع يلي كانت بالمشرفية نحو ملعب بلدية برج حمود. جمهور النجمة افترش باحات الملعب والطريق العام وهتف بصوت واحد لفريقه يلي كان عم يمثل بهالمظاهرة جميع الأندية اللبنانية. على الملعب شكل ثورة جرى تظهيره أمس على الأرض بعد عمل دؤوب طوال الأسبوع الماضي وتحديدا من جمهور النجمة لرفع الصوت وإنهاء الحالة الشاذة اللي بدت إنها عم تعدم كرة القدم أسبوع بعد آخر. موضة التظاهرات وقطع الطرقات وصلت أخيرا إلى كرة القدم اللبنانية بغية استعادة ملعبها وفتحها أمام رويدا الحقيقيين. كانت ثورة جمهور النجمة أحسن من أي ثورة أخرى لأن أثمرت نتيجة إيجابية سرقت النجومية من أي حدث مشابه آخر نهاية الأسبوع. في قرار سياسي بالنتيجة بالبلد اللي بده يعطي غطاء للقوى الأمنية أنه الضغط والضرب يد من حديد لكل مسيء للعبة. هذا التحرك الجماهيري أتى بعد أيام على اجتماع الاتحاد اللبناني مع الأندية للبحث عن حل يعيد عشاق اللعبة إلى المدرجات. الاتحاد أكد أنه قرار المنع أمني بحت ولا علاقة لأي طرف اتحادي فيه. دائما يشكو يعني القوى الأمنية تشكو من مشاكل عم تحصل عم تؤدي لشغب ولا يمكن بعض الأضرار المادية بالمنشآت وغيره، فهذا عم تخليهم أنه يفضلوا أنه يمنعوا الجمهور من حضور المباريات. نحن نطلب بالنسبة لنا ككرة قدم كمان يقوموا بواجبهم
يمنعوا الشغب ويكافحوه. الاجتماع خلص لتشكيل لجنة مشتركة حتتحضر لجولات مكوكية بتشمل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي. ثورة 13 أدار كسرت القرار الأمني بروح رياضية وأجبرت عناصر الأمن على حماية الحشود. الثورة يلي بدأت عاطفية وأصبحت وطنية فتحت الأبواب وأنقذت اللعبة قبل دفنها مرة جديدة، والأهم إنها قالت كلمة وحدة بتمثلنا جميعا، الملاعب إلنا. تأكيد من خلال ثورة 13 أذار إنه الملاعب إلنا. رح بلش من عند بهيج. اللي صار امبارح منه أمر عادي. شفنا انه الموضوع كان منظم منه عفوي ابدا. طوال الاسبوع كان عم يصير تذكير ان كان من خلال رسائل عم تنبعت للمشجعين او من خلال الفيسبوك ايضا انه انطلاق من المشرفيه الساعه 12 ونص الاحد. الامر بين انه جدي. ليه هالمره هالموضوع كان منظم لهالدرجه؟ استاذ شربي، اول شيء عم بتشكرك وبتشكر الصحفي وحضرتك اللي عم تقدموا لجمهور النجمة، عم تعطونا حقنا ولكل الجميع. هذا اللي صار امبارح هو مش بس لجمهور النجمة، هو لجمهور الفوتبول بلبنان كله. بالنسبة انه كانت المنظمة، طبعا المنظمة لما يكون في عندك قرار ظالم لهالدرجة انه نمنع جمهور فوتبول يروح على الملعب كرمال القوى الامنية مش قادرة تقوم بواجبها، فطبعا بيكون في شيء منظم. وطبعا جمهور النجمة نجح بكسر هذا القرار لكل النوادي، نجح مش بس لنادي النجمة. برأيك ليس محول أن يفوتوا من بعد ما كان القرار صارم جدا؟ والله يعني الشيء اللي عمله جمهور النجمة حتى أنه بلشت المباراة وما بدر منه أي شيء يسيء أو أي شيء بين عن عدم تنظيم، كان هذا عم شجع القوى الأمنية أنه الجماعة ما بيعملوا شيء، خلينا نفوتوا. صار في ضغوطات كبيرة. أنا من هون بدنا نشكر أستاذ سعد عيتاني اللي كان واقف مع الجمهور وعم بيساعدنا، وكان هو قال أنا ما فوت إلا ما تفوت، وحتى كان بدي أقدم استقالته إذا ما فات الجمهور. كان الجمهور النجمي بارح منظم، عارف حاله، عنده مطلب محق وبده يفوت على الملعب وقدر يفوت على الملعب. وهذا نهار 13 أذار سيد شربل هذا يوم مجيد بتاريخ الكرة اللبنانية. هذا النهار حيضل بذاكرتنا كلياتنا. نحن ما فينا نشوف دمعة الطفل، دمعة علي وحرقة رجال كبير واقف تحت الشمس ناطر ليفوت. عارفين هون عرفنا نحن حننتصر وحنفوت. هاي الدولة ما قدرت تقوم بواجبتها، هي الدولة لازم هي تقرب العالم، هي تفوت العالم على الملاعب لتبعدهم عن السياسة، بطبيعة عن الموبقات. حق أي مواطن لبناني يكون متواجد بمكان عام يكون عم تتأمل له الحماية. أنا بس بدي أقول لك شغلة، أنا بتمنى هاي ربع هالقوى الأمنية الموجودة كانت امبارح لا تمنع هالجمهور، كانت تفوت هالجمهور على الملعب، وأي حدا بيشاغب تقوم بواجبها، كانت الأمور كتير سهلة. ونحن نعتذر من أهل منطقة برج حمود اللي يمكن ضايقناهم شوي، بس بالعكس كان في تجاوب معنا، حتى في جمهور لومتمن كان متجاوب معنا وكان مبسوط اللي عم نعمله، لان هو كمان عم ينحرم من دخول وعم يحضر باعداد كبيره جمهور هومنت. صحيح، وان شاء الله بيرجع على الدرجه الاولى وبيكون معنا بحاجه لجماهير هومنتمن، لجماهير الحكمه، انصار ايضا. يعني بصراحه جمهور النجمه سرق الاضواء امبارح، رغم انه انتم كمان كنتوا عم تعانوا، حاولتوا تلعبوها ذكية وتفوتوا قبل وصول القوى الأمنية إلى الملعب. لكن تنوضح شوية للمشاهدين، طلب منكم الخروج من الملعب من بعد ما دخلتوا. جمهور الأنصار وين كان من يلي كان عم بصير مبارح من ثورة بين مزدوجين على صعيد تأكيد الحضور بالملاعب بالنسبة للمشجعين؟ احنا بداية منرحب فيكم ببرنامجك وفريق عملك اللي ضوت، يعني بيضوت الضويتين على جواب خي بهيج وعبر نامشك وعبر نامش الجديد من التقال. أخذ الرونق كله جمهور النجمة. نعم. لكن نحن كنا الجندي المجهول من النادي ومن الجماهير. من النادي أنه نحن الفريق الأول اللي بعتنا كتاب موجه مباشرة لوزير الداخلية نادي مشنوع. وصلنا. وكتاب لمديرية قوى الأمن الداخلي اللواء مباشرة للاتحاد، وطلبنا من الاتحاد يجتمعوا الأندية، وراح وفد عند مدير الشباب والرياضة، وكانت الأضواء خير.
مما أنا كرابطة جماهير وجهت للأعضاء كلياتها أنه نكون 12، يعني وحدة بدنا نكون فايتين لأنه بدنا نفوت نحضر الماتش، لأنه مثل ما تفضلت وقلت أنه حق الجمهور لا في مدرجات يعني بالمنعب. عم تقلي أنه خطوات للي عملتوها كانت مؤثرة. نحن الفوت اللي فتناه بكير وقطعنا كروتي عادية، وكيادة الجيش بالملعب البلدي كان مخلينا نفوت. لما نعمل نحن فتنا وقطعنا كروتي طبيعي وكل شيء وماشي الماتش شغال، فات عدد كبير يعني شو 300 فات من جمهورنا. نعم. ما لقينا إلا الفهود إجوا. شوف يا خير، حكيت أنا مع النايب جمهور النجمة على الطرقات ما خلوه يفوت بكن تظهروا. قلت له بنظهر عدماتنا ما بنظهر. نعم. من هون لانتلفلوا مع بعضهم قالوا افتحوا الباب لفريق النجمة، مش عم ربحوا نجمين لجمهور النجمة. برأيك لكن نحن عملتوه الجند... نعم نحن كنا الجند المجهول. بس بدي أقول لك شغلة، حتى يعني كل العالم أجمعت، حتى الأندية الثانية وحتى في أنصارية منهم أستاذ بضاح الصادق غني عن التعريف كتب على صفحته على فيسبوك جمهور النجمة يمثلني، تطلع هاي كلمة من حدا أنصاري بعرف قديه صعبة. برأيك اللي عملتوه أنتو خدم النجمة وخلينا يفوتوا على الملعب؟ خدم النجمة جمهور النجمة، وحيخدم على طول انه كل الجماهير على طول بتجي على الملعب شئنا ام ابينا. انا بتحفظ على الخطوات اللي عملها نادي الانصار اذا نفعت، وخصوصا على الخطوات يلي كانت على صعيد اجتماع الاندية والاتحاد، ما بفتكر انه كانت رح تأدي لنتيجة انه تفوت الجماهير الى ارض الملعب. بفتكر تحرك الجماهير الكبير ان كان انصار او نجمة تكون منصف اثر بشكل او باخر بشكل مباشر. في شغلة بدي اقولها، لما اجوا الفهود ومرضينا نظهر رجعوا خضعوا للأمر الواقع، فات الجمهورين وقف الفهود ووجهوا على الجمهور. يعني أنا ولا كلمة غلط عملت مع الجماهير، يعني ليش ما بدهم يخلونا نفوت مع العلم القوى الأمنية شغلتها تضبط الجماهير. صحيح. خلينا نروح لعند جهاد. اليوم من دون شك كل شيء فيه ربط سياسي باللي عم بيصير على صعيد الجماهيري، إن كان بعض القرارات بإبعاد جمهور النجمة تحديدا عن بعض الملاعب أو من خلال السماح أو عدم السماح للجمهور بالدخول إلى الملاعب. ما فينا نشيل الغطاء السياسي أو الأراء السياسي بهالموضوع. إلى أي مدى اليوم في كتار عم يسألوا ليه مستضيف حدا من العهد؟ بصراحة كانوا عم يسألوني وين جمهور العهد تستضيف حدا من العهد؟ حامل اللقب على الملعب بالمدرجات. تنكون صريحين، جمهور العهد ما عم بيكون موجود. هون اللي بدي أسألك إيه، إلى أي مدى الأشياء الارتباطات السياسية اللي لها علاقة بالعهد، يلي لها علاقة بجماهير كرة القدم بلبنان، عم تخلي جمهوركم تحديدا يكون بعيد عن الملاعب وتكون بعيد انه يلعب الدور يلي لعبه جمهور النجمة تحديدا امبارح انه يكون موجود على الطريق؟ ليك كابتن، لا شك انه السياسة فايتة بكل شيء بلبنان، ما فينا نتخبى وراء اصبعنا، وخصوصا بالرياضة. كلياتنا بنعرف بالدول برا الفرقة هي بتكون ممثلة مناطق، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي بيمثلوا مدينة مانشستر، انت كمان لأني مشجع ليفربول. نحن بلبنان يعني كله لبنان هالبلد الصغير، خلونا نتوجه انه والله صارت الفرق هي بتمثل طوائف للأسف، يعني عم نحكي هذا ما عم تخبر. بس قلي قد ايه انتم ما بتقدروا تعملوا اللي عملوه غير جماهير؟ نحن مش ليك لقلك شغلة، اللي عملوه جمهور النجمة بينرفعوا الكبة، وما حدا ما حدا بيقول لا، مشهد كتير جميل وعلى راسي وعيني، وكل التلفزيونات عم تتغنى فيه وأنا بتنفس حرية وعلى راسي وعيني. بس ما ننسى شغلة وما نتخبى وراء أصبعنا، طب تعال نفتش على السبب يلي خلى الاتحاد أو القوى الأمنية تمنع الجمهور أنه يفوت على الملعب. معلش إذا يعني إذا حدا عنده جرأة يقول خليه يخبرنا، يعني مين اللي كان السبب وراء هذه الأشياء؟ انا بعتقد لي كان السبب هو اللي صلح على راسي وعيني جمهور النجم، يلا اللي عملوه خلى كل الجماهير تفوت على الملعب، بس يمكن كمان في حدا معين من وراء انحرمنا نحن نفوت على الملعب وهن انحرموا انه يفوتوا على الملعب. اللي شفناه على راسي وعيني مشهد حلو، بس انا هذا المشهد في شو بدي اقول لك شغله كاعلام. بدي احكي كاعلام قدام الجميع، هذه يمكن في اولى وبوجود بهيج، بس اي جمهور بلبنان يعمل مشكله عم نحطها قدام الراي العام، وعم نقول انه هذا الجمهور عم نشير باصابع الاتهام، لكن بس يعمل شيء جيد كمان عم نشير انه عمل شيء جيد. لا فحلك شغله وقت ما لا ما بعتقد كثير الاعلام بوع على الشيء اللي صار بمباراه، ما بدي ارجع افتح سجلات بالماتش اللي صار بسلام صغارتا والعهد، انت بتعرف الجمهور نجمة والعهد. نجمة عهد بيلعب على سلام صغارتا، ما حدا يتخبى وراء اصبعه. ايه المشهد الاعلامي كان مغير، ما حدا بيقول لا، يلي بيقول غير هيك بيكون عم يضحك على حاله. من مصلحة يمكن الإعلام إنه يراضي هالجمهور، يعني مثلا أنا عم بحضر برنامجك ثلاث كليبات نزلوا عن جمهور. بس بدي خبرك شغلة، هل ممكن نحن كنا نقول إنه اللي عمله جمهور النجمة
او نخفف من اللي عمله جمهور النجمه؟ برجع بقول لك لا اكيد. لما جمهور النجمه عمل المشكله بملعب المرداشي كل الاعلام كان ضد جمهور النجمه، صحيح يا بهيج؟ انا كان عندكم عتب كبير على الاعلام. انا ما حبيت اقاطع حدا او اتدخل. تفضل. جاب سيره النجمه. نحن لما عم بيحكي هو انه الاعلام، انا بدي اوجه رساله للاعلام، بدي اتشكر على الخطوات اللي عملوها امبارح. طبعا نحن كثير تواجهنا من الاعلام، والاعلام بعتذر، الاعلام بعض الاعلام الفاسد اللي وصفنا بالارهابيه، هذا الطفل اللي علي امبارح هذا ارهابي؟ هذا الختيار، هذا الختيار. بس خبرك شو، خلينا نوضح كلمة ارهاب. خليني اوصل فكرتي. الطفل علي ارهابي ولا الختيار اللي كان واقف تحت الشمس؟ بس خلص شغله، بس ترهيب الرياضي هو شغله موجوده، هو شغله موجوده بكل ملاعب العالم، ونحن هو الارهابي نحن بالبرنامج اشرنا للمشاكل اللي عملها جمهور النجمه كذا مره، بس اليوم ما فينا الا نقول انه الجمهور انقذ الفوتبول. يعني بدنا نشوف دائما الشيء الايجابي والشيء السلبي، بس هذا دور الاعلام بالاخرين. اخريني كيف لوصل لك الفكره؟ مش فكره، رساله عم تجي انت، وصل الفكره افضل. بعض الصحفيين اتهمونا بالارهاب، والتلفزيونات وصفتنا يا لطيف، بعض التلفزيونات بخصوص مباراة السلام زغرطة، مباراة اللي صارت على السلام زغرطة بين النجمة والعهد، القوى الأمنية هي اللي مؤثرة بتقوم بدورة، ما كان في عسكر، ما كان في بوليس بعض النظر. ما في روابط يا أستاذ بحر. نحن ما بنعرف، في ناس فاتت نحن بنتحمل مسؤوليتها. يا أستاذ بس بحر. بعض الناس ما بنتحمل مسؤوليتها. هلا اللي كنت عم شوفهم عم بسألك عن أساميهم وبعرفهم بالشكل، هون هن اللي عم بيعملوا شغل. لا لا لا. ما في مخصوص. خلوني شوف أستاذ توفيق. بيطلع صغار طلع حلا بينكم وبينه. انا ما بقاطع حدا، انا تركتهم يحكوا. طيب اذا بتريد خليني شوف استاذ توفيق عنده تعليق. بعد ما وصلت فكرتك او حرجع لعندك، خليني انا اقول شو الفكره اوضح لك شو بيعني. انت استاذنا ما حدا بشك انه جمهور النجمه 99% منيح، يمكن في عندكم 1% اللي بيقولوا هالاغاني الممنيحه وهيك اللي عم تحكي. ونحن عندنا هيك 3-4، نحن مع القوى الامنيه ومع الروابط ومع الانضباط عم نضبطها وعم نشيلها لبرا، ومش الامور وانتم مش امورنا. طيب بهيج وصل الفكره على السريع. نحن لما الدوله والاتحاد عم بيكونوا مقصرين عم تنحط القصه بجمهور نادي النجمه. لما جمهور النجمه عم بيطلع على الملعب ويشجع، وكل الموسم الماضي كان تشجيع كثير حضاري، وصلنا ل 14,000 متفرج بمباراه العهد، ما صار ضربه كاس، ماتش الانصار 8,000 متفرج قبله ما صار ضربه كاس. لو النتيجه غير كمان شفنا ضربات كفوف. انت قطعنا يا استاذ جهاد. فنحن من هون بنقول خلي القوى الامنيه تقوم بدورها، وتشوف جمهور النجمه وتشوف جمهور الانصار كيف ما حدا بيقدر يعمل شغب. بس لما تكون الامور اصلا متروكه ليصير في شغب وليصير في مشاكل بالملعب، حتى يمنع جمهور النجمه ابتلاء، حتى طبعا حتى يصير حتى يمنع جمهور النجمه اللي هو اللاعب رقم واحد بالنادي يمنع من دخول الملعب. وانت شفت انه جمهور النجمه حتى بمباراه الحكم كيف اثر بتغيير النتيجه. يعني انا عم حاول بين اليوم المشهد الايجابي ان كان عن جمهور نجمي او جماهير. طبعا انت عم ترجعني لورا. لا هم رجعونا لورا. ما بدنا نحن نضل قرار القوى الامنيه. استاذ توفيق، قرار القوى الامنيه هو قرار سياسي بالدرجه الاولى. وبمعلومات خاصه لتي ال سبورتس، رئيس سعد الحريري قبل بيومين من المباريات كان اتصل باللواء بصبوص وطلب منه ادخال الجماهير الى الملاعب، وكان في وعد لا ادخال الجماهير الى الملاعب. هيدي معلومه كثير قليل يلي بيعرفوها، لكن حتى هالاتصال لا يبدو انه كان عم يقدر ينفع. اليوم عند مين كلمة السر؟ انا حقول لك، انا امبارح اكتشفت مع قيادة الجيش ومع قيادة قوى الامن الداخلي ومع الاتحاد. الاتحاد عنده قرار دخول لانه عطانا كروتي، عطوا كروتي بيع. ها؟ نعم. الجيش فوتنا لانه الجيش اخذ القرار بمنطقته يفوت. لعبة عند قوى الامن الداخلي. لما نحن رحنا نفوت عند قوى الامن الداخلي تلحلح شوي، ونحن رحنا وفد عند الحريري كمان، عند الشيخ محمد الالقاب كمان، طلب منا هو انه تكرم عينكم حل لكم المشكله. وبالفعل يعني بلورت، لكن نحن بدنا نتعاون مع الكل انه نضبط الجمهور، مش نرجع. طيب. اي خلل لنمشي لها. جهاد، شو راح يكون لكم خطوات جمهور العهد
تتكونوا موجودين بنفس الزخم يلي عم يكونوا موجودين فيه جمهور النجمة، وردة الفعل يلي عم يعملها جمهور الأنصار برأيي عندما يشوف جمهور النجمة بهالأعداد بالملعب عم يكون موجود بأعداد كبيرة؟ أنت نجماوي شكلك. لا بس بصراحة جمهور النجمة كان بيمثل كل اللي بحبوا الفوتبول بلبنان، وأنا بعمل الفعل كانوا منيح. يا أستاذ شاربين، نحن من صغرنا بنشجع فوتبول، جمهور النجمة أكيد عم بشكل حافز لكل الجماهير إنها تعبئ جمهورها وتصير تنزل على الملعب. أنا ما بزعل لما أشوف جمهور فريق خصم بالطريقه اللي عملوا فيها واللي فاتوا فيها واللي تحدوا القرار، انا ما بزعل، بالعكس هذا دليل عافي لكره القدم بلبنان. بس اللي بدنا نقول لهم اياه لجمهور النجمه، وانت عارف من يعني من وقت مباراه النجمه والعهد لهلا شو صاير على مواقع التواصل الاجتماعي، يا خي انتوا اعظم جمهور بلبنان واعظم جمهور بالعالم، بس في فرق غيركم، في فرق غيركم عمره قليل بالدوري بالدوري اللبناني ومع بطولات، اتركوها يا اخي، في جمهور بده يلتحق بهذا الفريق، اتركونا يا اخي، انتم حبوا نجمتكم، نحن بنحب عهدنا على راسي وعينه، انتم بتضلكم عصب الكره اللبنانيه، بس خلوا بقيه العالم موجودين. فرق ثلاثه عصب الكره اللبنانيه، كان نجمة عهد او انصار وحتى صفا والفرق اللي عم تلعب الادوار الاولى. انا اللي بدي اقوله انه يعني بالفتره الاخيره صار اي ماتش بده يلعب للعهد عم بتلاقي جمهور النجمي موجود وعم بصير، يعني انا بتفاجئ انه بالغازيه صار ينصب لنا، تفاجئنا طلع انه مصرين انتم تاخذوا الحلقه لمطرح سلبي وانا لا لا ما انا بدي ادور معنا يا استاذ. خليني روح لبريك علينا تاني مشاهدينا بحلقتنا الليله، ومعود بعدنا نتابع مع قضيه الاسبوع وما تبقى من فقرات بالرياضه المحليه.